مؤسسه جذور هي مؤسسه اهليه فلسطينيه تاسست عام 1996. من وقتها لليوم وهي تعمل من اجل تحسين الصحه كحق اساسي لحقوق الانسان. جذور هي من المؤسسات الرائدة التي عملت على إدخال برامج التطوير الطبي المستمر في فلسطين. هذه الدورات هي دورات معتمدة عالمياً، وقدرنا نحن خلال السنوات القليلة الماضية ننسق مع الجهات المعنية بفلسطين لإدراج هذه الدورات في برامج التخصص للأطباء والتمريض كمتطلب أساسي، عشان يصير في مستوى راقي من الأمان ومن الجودة في الخدمات الصحية بفلسطين. هو تعليم طبي مستمر. تعليم طبي مستمر في شيء حيوي للأطباء في إنعاش وإسعاف مرضاهم. Without Jazoo, this project would not have worked because they have seen the value of this course and have therefore worked extremely hard to raise funding for it, to establish it properly, and to make sure that it is incorporated into the surgical curriculum. لا شك إنه الدكاترة اللي باخدوا هذه الكورسات بيكونوا أقدر على التعامل مع الحالات المختلفة. في توجه عن جذور بالتوسع في هذا الموضوع، وإن شاء الله في يوم من الأيام إنه بصير في عنا مركز وطني للتدريب.